أدى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية. وفي تصريحات له أكد توكاييف أن العلاقات مع روسيا والصين تمثل أولوية لبلاده. كانت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان أعلنت فوز توكاييف بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المبكرة التي جرت الأسبوع الماضي بنسبة 81% من الأصوات وبمشاركة نحو 70% من الناخبين.